لما تدخل على احد مكانه او محل او جروب او شارع خاصه الى اخره تمهد للموضوع. زي في دخلنا سابقا بالشعر الجاهلي، امرؤ القيس هو اول من جعل الشعر في التمهيد، انك ما تخصص بالموضوع على طول، اول شيء يتغزل ثم يتكلم عن حصانه ثم المطر ثم سفرته الى اخره ثم يتكلم في الموضوع، انت عاد تدرج الموضوع ثم تخصص بالموضوع. لكن لما تطلع المحادثه او الجروب او المكان درج الموضوع، مو بتدخل تصير تبغى تطلع، خاصه اذا كان الشخص تعرفه معرفه يعني وشرط معه رسمي، او الشخص ما تعرفه ابدا لابد تكون معه منطقي. اما لما تكون شخص تمون عليه موضوع مستحيل، هذا نفس تخيل تطلع على خيل تركب ركوب خطا او في طرق ركوب الاخرى، خاصه لما يكون جديد لازم يدرج للامر اللي بيسويه، حتى لو كان تدريج سريع ما تحس فيه انت، اصلا يحس فيه قبل الكعر يسوي اشياء معينه يوضح صار ناوي كعر، قبل اللف يسوي اشياء معينه يوضح صار ناوي يلف، ان لو سوى الشيء والحصان مو متوقع سيقع في اختلاف بينه وبين الحصان، والحصان في طريقته لما يختلف معه يسوي اللي يبغاه هو مو اللي انت تبغاه، يعاندك. فتدرج عشان ما يصير اختلاف، لان لو صار اختلاف عسكر صار. والطريقه هذه صار في اختلاف او ما صار في اختلاف بيسوي اللي انا ابغاه او اقب اللي انا ابغاه، درجت ولا ما درجت بينتهي به المطاف بفعل ما اريده عاجل او اجل. لان باختصار الاختلاف سيؤدي للوقوف، فحتى لو رفض ما اريد يوقف المدني ما اريد. فالتدريج تقل اهميته في الطريقه هذه بالذات لما يكون حصان موزون، مو فقط عناد او عدم اهتمام، قدر ما ان اصلا في سبب يخلي التدريج مهم. لو ما درجت حصان تفاجئ، واذا تفاجئ اختلف، واذا اختلف حاسك. هنا كل ما اختلف انت تحوس بدل ما هو يحوسك، وانت تهذب وحصان محتر. لو ادك بقوا ما عندي ببالغ فعل الثلاث، ببالغ بالمواكبه ارض يقوم يرضيني كعب حرفيا. لو ابغى الحصان يخفف ويهذب ويهذب او يوسع، لو ابغى يخفف ادك قوه، يعني ادك دك فتح، واليد تقول وين رايح اهذب، فيدي تقول اهذب، الدك يقول افتح، الحصان بيوقف محلك. فانت تصل لمرحله من التحكم تخلي اي اختلاف بينك وبين الحصان مو بس ما يؤدي الى فقدان التحكم، يؤدي الى التحكم زياده وليس العكس. اذا اهميه التدريج تقل، تدريج الاوامر او بالاحرى تدريج حركات جسمك قبل اعطاء امر معين تقل اهميته، لان الشيء اللي خلاه مهم ما عاد موجود. الشيء اللي يخلي التدريج مهم هو انك ما تبغى يختلف معك اثناء اعطاء الامر، لان لو اختلف معك اثناء اعطاء الامر رفض ما تولد. هنا لما يختلف معي اثناء الامر اللي ابغاه مو بس ما يعطيني ما اريد، سيعطيني ما اريد اكثر من العاده، انه بيسوي ثلاث زياده فبواكب زياده بيرضيني زياده. اذا التدريج قبل الاوامر مهم مع الخيل الجديده في طرق الركوب الاخرى. فالطريقه هذه بالذات مع الخيل الجديده مو مهمه، ما اتكلم عن الامر نفسه، اتكلم انك تدرج الامر نفسه، تمهد للكعه، تمهد للرجوع للخلف، تمهد للمشي على جنب وقت ذلك.